على كواليس بعثة النادي الأهلي قبل مواجهة بالميراس، وزميلنا العزيز أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي في أبو ظبي. أمير صباح الفل عليك، اتفضل. صباح الفل عليك يا كريم، وصباح الفل على نهاوند وكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يعني خلاص ساعات قليلة بتفصل النادي الأهلي على أهم مبارياته في كأس العالم للأندية أمام فريق بالميراس البرازيلي، وهي طبعا أهم مباراة، لأن من خلال المباراة دي ممكن الأهلي يصنع تاريخ جديد بالتأهل لنهائي كأس العالم لأول مرة في مشاركاته العديدة في هذه البطولة الهامة جدا بكل تأكيد. فبالتالي دوافع كتير وروح عالية جدا عند اللاعبين، وبالتحديد بعد انضمام الدوليين، بغض النظر بقى عن إمكانية مشاركتهم أو لأ، لكن من الوارد أن بعضهم ياخد بعض الدقائق في مباراة اليوم. الكل متفائل في الحقيقة، الكل إن شاء الله بإذن الله عنده أمال كبيرة في التأهل للمباراة النهائية. خليني أقول لحضراتكم كده سريعا كواليس اليوم. النهارده كان في يعني الفطار الساعة 11 الصبح، بعد الفطار مباشرة عمار حمدي لاعب النادي الأهلي اللي اتصاب بقطع في الرباط الصليبي كان من امبارح بيتم تجهيز إجراءات سفره للقاهرة عشان يحضر كل التأشيرات الخاصة بجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا في نفس المكان اللي أجرى فيه أكرم توفيق نفس الجراحة. فبالتالي كان في حرص كبير جدا من كل عناصر الفريق، وأيضا اللاعبين الدوليين جم ويعني سلموا على عمار وكانوا معاه ووصلوه لحد العربية اللي هتقله إلى مطار أبو ظبي عشان يطير على طول بإذن الله ويوصل سلاما للقاهرة ويبتدي الإجراءات اللي هتخلص خلال أيام قليلة، وبعدين يسافر بإذن الله لألمانيا. النهاردة كمان هيكون في يعني الغداء على الساعة 2:30، بعد كده هيكون في محاضرة مستر بيتسو موسيماني مع اللعيبة، المحاضرة المعتادة وهي محاضرة المباراة، ومحاضرة هتكون مهمة جدا لأن في جوانب تكتيكية عديدة اشتغل عليها مستر موسيماني خلال الفترة اللي فاتت، بالتحديد خلال مران الأمس. وبعد كده الفريق إن شاء الله هيتحرك في تمام الساعة 6:30 وعشان يوصل إن شاء الله ملعب النهين قبل المباراة بساعة ونص. إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة، حضور جماهيري هيكون غفير، الأمور كلها ماشية بشكل جيد إن شاء الله بإذن الله. التوفيق يكون من عند المولى عز وجل ويتأهل الأهلي على حساب بالميراس. لو في أي استفسار عندكم تفضلوا أنا معاكم. أمير طبعا بصبح عليك، وتغطيتنا أكيد مستمرة معاك وهي تغطية أكثر من رائعة، سواء لعشر صبح في الأهلي أو لجميع البرامج على طبعا قناة الأهلي. أنا عايزة أروح معاك لفيريرا والتصريحات الخاصة به، لأن هو طبعا مدير الفني لبالميراس كان ليه كذا تصريح، بس أنا عايزة أعرف انعكاس ده كمان علينا لو كان في كواليس أو كان في تعليق على بعض التصريحات الخاصة به. هو تحدث يمكن أن هو قال إحنا كنا متوقعين نقابل مونتيري، دي حاجة. الحاجة الثانية تحدث أن هو عارف ان الاهلي يعني فريق قوي جدا، لكن هو عنده غيابات كبيره، ولكن هو برضه متوقع يكون فيه طبعا يعني مباراه قويه. وتحدث ايضا عن يعني موسيماني، وكان في العديد من التصريحات. انعكاسات ده كانت ازاي بقى على موسيماني وعلى الفريق وعلى الجماهير، لو تقدر ان انت تطلعنا عليها؟ اتفضل يا امير. نقطة مهمة جدا في الحقيقة ان هواند بتتكلمي فيها هي تصريحات ابل فريرا المدير الفني لبالميراس. الراجل امبارح قال تصريحات عديدة، يعني ابرزها طبعا الجزئيه اللي انت قلتيها، حته ان احنا كنا متوقعين نقابل مونتيري. هو مش تقليل ابدا من الاهلي وامكانيات الاهلي، لكن هو كان المعطيات بتقول كده ان الاهلي ناقصه 12 13 لعيب تقريبا، فالفرص اكبر لمونتيري. لكن هو على حسب كلامه اتفاجئ بشكل كبير جدا بامكانيات الفريق الثاني للاهلي على حد تعبيره. قال لو ده الفريق الثاني يبقى الفريق الاول عامل ازاي؟ فطبعا فريق منظم جدا بيلعبوا بذكاء كبير قوي، فأشاد بشكل كبير جدا، وكان واضح ان في تقدير كبير لامكانيات النادي الاهلي. كمان واضح ان في تقدير كبير بعد ما فاز الاهلي على بالميراس في المباراه اللي فاتت. كمان من ضمن الامور المهمه واللي لازم ناكد عليها وهو انعكاس التصريحات دي على طبعا مستر بيتسو موسيماني، وده امر مهم في الحقيقه. مستر بيتسو موسيماني لما اتسال على تصريحات فيريرا في المؤتمر الصحفي قال انا بقدر جدا تصريحاته، ويعني بالنسبه لي حاجه جيده جدا، مدرب كبير ما فيش اي مشكله. لكن في نفس الوقت موسيماني اكيد ملك في التصريحات بصراحه، الراجل بيقول تصريحات مهمه جدا، قال احنا بنلعب فريق كبير قوي عنده دوافع كتيره بامكانيات كبيره، هيكون عايزين يكسبونا بعد ما كسبناهم السنه اللي فاتت. فالتصريحات كانت متبادله بشكل متزن وبشكل جيد جدا ما بين الاثنين مدربين، لكن كل واحد عامل حساب للتاني بشكل كبير في الحقيقه. نهاوند وكل واحد يعني مركز في المباراه بطريقه قويه جدا، بالتحديد بالميراس
واضح ان هم واخدين المباراه بشكل قوي. هو طبيعي ان انت بتلعب نص نهائي كاس عالم، فطبيعي ان انت تاخد المباراه بمحمل الجد، بطوله معتمده من فيفا ومهمه. لكن هو كمان بشكل اكبر بعد ما عرف امكانيات النادي الاهلي، سواء من خلال مباراته امام الفريق السنه اللي فاتت او من خلال مباراه الاهلي مع مونتيري السنه دي، وكانت حاجه في الحقيقه ممتازه جدا وادينا مباراه كبيره. هو كمان قال ان الاهلي ضيع اكتر من كوره بخلاف الهدف اللي احرزه يعني محمد هاني، لكن في نفس الوقت درس الاهلي بشكل كبير، وقال ان احنا نقدر نتخطى الاهلي بمزيد من الهدوء في الملعب وبمزيد من استغلال الفرص اللي تتاح بالنسبه لنا، مش هنكون متسرعين برضو ده على حد تعبيره. مستر بيتسو مونسماني طبعا اتسال كتير على موضوع الدوليين ومين هيشارك ومين مش هيشارك، طب شريف بالتحديد هو وايمن موقفهم هيكون ايه؟ انا حتى لسه ما شفتهمش، انا ما اعرفش ده الكلام ده ساعه المؤتمر الصحفي امبارح يعني، هو طبعا شافهم امبارح واستقبلهم استقبال جيد جدا بالليل اول ما وصلوا، لكن ساعتها كان بيقول انا لسه ما شفتش حالتهم، الامور بالنسبه لهم هتكون عامله ازاي. لكن انا بقول لك انا هوند انت وكريم قد يتم الدفع ببعض من هؤلاء الدوليين في عدد من الدقائق في المباراه، وربما على حسب سير المباراه وعلى حسب قرارات موسيماني ممكن حد او اثنين فيهم يلعب مباراه كامله. الامور هتتضح بشكل اكبر في الساعات القليله المقبله قبل تحرك الفريق لاستاد النهيان. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق، وباذن الله باذن الله النتيجه تكون صالحنا. لسه معاكم برضو لو محتاجين اي استفسار انا معاكم، اتفضلوا. لا احنا بنشكرك جدا على هذه التغطيه، وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نفرح كلنا بالليل يا امير. بنشكرك جدا زميلنا العزيز امير هشام، شكرا.